صباح النور أيمن. صباح الخير أمي. هلا. يسعد صباحك. كيف الطقس في ميامي؟ والله الجو كويس وكثير حلو بس حار. أها ممتاز. طيب خلينا نبدأ مباشرة، خلينا نبدأ بتيك توك شاغل الناس في زمن الحجر الصحي واللي أخذ رواج جدا كبير. الجميع يتساءل لماذا يتجه إليه جميع هؤلاء وينشرون من خلاله، هل يمكن نجني أموال من هذا التطبيق وكيف؟ طبعا في أكثر من طريقة، في ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي عبارة عن بسموها أفيليت، هي عبارة عن تحطي اللينك لبرودكت معين على البايو تاعي تيك توك تاعيك، واي الفيورز او اللي بيشوفوا الفيديوهات تاعيك بيلبسوا على اللينك وبتعمل فلوس من الموضوع هذا. الخيار الثاني هو عباره عن ماركتينج لمنتج معين حسب الاتفاق وهم بيعطوك من فلوس. اما الخيار الثالث هو عباره عن تيك توك بتباع حسب الفيورز، يعني شو عندك فيوز بتدفع لك فلوس، بس بيكون شيء بسيط رمزي، يعني لا مقارنة بيوتيوب، يعني بتحكي على 4-5 أضعاف أقل من يوتيوب. إذن اللي حابب بيجمع فلوس من تيك توك نفسه محتاج إنه يكون عنده عدد مشاهدات ضخم. طيب خلينا نتجه نحو نتجه نحو إنستغرام. مؤخرا صدرت كثير تعليقات بتتكلم عن إمكانية أن يكون إنستغرام يقوم بالتجسس على مستخدميه، يعني في سيدة أمريكية كمان رفعت دعوى قضائية على فيسبوك اللي هو مشغل إنستغرام. أنا العربي عملوا يعني فيديو عن الموضوع، خلينا نحضره مع بعض ونرجع نتكلم عنه. طيب أيمن، ما رأيك في هذا الفيديو؟ أخبرنا أكثر بتفاصيل عن الوضع، لأنه حرية الوصول إلى الكاميرا في تليفوننا، إلى الميكروفون، إلى الصوت، إلى التسجيلات، إلى المكالمات، إلى ربما حتى يعني الجاليري اللي موجود فيه صورنا وفيديوهاتنا اللي أحيانا قد تكون خاصة أو عائلية. أخبرنا أكثر عن هذه النقطة. أختي سارة، الموضوع هذا مش جديد، الموضوع هذا صار له سنين. حتى لو بتروحي على الإنترنت على جوجل أو يوتيوب تعملي بحث بتلاقي فيديوهات كثيرة لفيسبوك وإنستغرام، وهم المستخدمين بيستخدموا الفيسبوك والإنستغرام بتلاقي الكاميرا دائما شغالة بالخلف. حتى بال 2019 ناس بعثوا على فيسبوك على تويتر بيحكوا لهم انه في شيء غريب بالانستغرام تاعي عم بصير، عم بفتح التطبيق عم ببين الكاميرا مباشره كانه في شخص ثاني بيفتح او هم بيفتحوا الكاميرا من خلفي. الشيء الثاني انه اذا انت بتحكي تليفون مع اي شخص، انك بدك تسافري على اي دوله وبتدور على تذاكر سفر
وتفتح الفيسبوك او انستغرام مباشره بعد ساعه ولا نص ساعه بتلاقي كل الادفرتايزمنت على فيسبوك وانستغرام كلها تذاكر طيران او سفر او صحيح. تاجير سيارات. واللي بحكي لك اياه انه مش بس حكي انا بصير معي دائما لدرجه اني انا يعني بعمل فيديوهات على تيك توك وانستغرام. فكنت حابب اعرض الموضوع هذا، يعني انا من فتره كنت رايح على تركيا فكنت احكي لاخوي بدور على تذاكر سفر وبدي اسافر واشوف اي ويبسايت رخيص، فمباشره تذاكر السفر طلعت لي على فيسبوك على انستغرام. صحيح تماما، يعني ربما هذه كانت ملاحظة تلقيتها من العديد من المستخدمين العاديين أنهم بيكونوا ربما يبحثون مثلا عن شراء حاجة من الحاجيات أو يتحدثون عن موضوع ما أو ربما سفر كما تفضلت وذكرت، ومباشرة بعد يعني دخولهم إلى هذه التطبيقات يشاهدون العديد من الإعلانات المرتبطة بنفس الموضوع. المهم هنا أيمن، نحن كمستخدمين عاديين شروط الاستخدام جميعنا لا نقرأها، نكتفي بالوصول إلى آخر الصفحة والضغط على موافق أيا كان ما نوافق عليه، لا يعني لا يوجد لدينا هذا الوقت وربما حتى الفهم بالمصطلحات التكنولوجية. كيف نعرف أنه نحن بأمان؟ طبعا الحكي هذا اللي بتحكي مظبوط، بس بدك تشوف الشركات الكبيرة اللي ورانا حسب استخدام تليفونك، مثلا أبل أو أندرويد. مثلا هلا قبل بالتحديث الجديد انتبهوا للامر هذا، كل من وراء الموضوع هذا اللي صار مع انستغرام وفيسبوك. فهلا بالتحديث الجديد ببين عندك، انا بحكي على الايفون طبعا، على اي او اس 14، ببين عندك لما تحكي تليفون او لما يكون الميكروفون تاعك شغال في نقطه بتكون البرتقالي شغال فوق. هذا حتى ما تكوني انت عارفه انه الميكروفون تاعك هلا شغال. ونفس الشيء مع الكاميرا، بتلاقي نقطه خضراء مبين فوق الشاشة بالضبط عند البطارية إنها الكاميرا تاعتك شغالة هلا حاليا. فهذا هو كل حمايتنا، وكل الموضوع هذا صار مباشرة بعد المشكلة اللي صارت مع انستغرام وفيسبوك حاليا. نعم، طيب ماذا عن حفظ حقوق الناس الموجودين؟ يعني العديد من القضايا اللي سمعناها عن ربما الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر هذه المنصات جميعها، تسهيل الوصول، عدم توفير المعلومات الشخصية. الآن العديد من القضايا شاهدناها حتى عبر تويتر ربما مست دول لسماح هذه التطبيقات للدول أو لجهات أيا كانت بالوصول إلى معلومات المستخدمين. هل يحق لهم ذلك؟ يعني في أمريكا يمكن أن يقادوا ويحصلوا على تعويضات، ولكن هنا نحن لا نستطيع مثلا. هو طبعا هون نقدر نرفع عليهم دعوة ما في مشكلة، بس الموضوع بيطول، وإحنا كمستخدمين عاديين يعني بصراحة ما بنحصل إشي من الموضوع هذا. يعني الموضوع بيطول سنين على الفاضي، هي فقط بتكون عبارة عن بتسبب إحراج أو مشكلة للشركة الكبيرة. أما إحنا كمستخدمين عاديين أو يعني سوري أنت وطن عربي أو بأي دولة ثانية، يعني احفظوا الباسورد تاعيتكم وما تكبسوا على أي لينك بيجيكم من مصدر غير معروف. يعني أنت لما تحط تكبس على لينك مباشر، أنت بتعطي الموافقة يدخل عندك على انستغرام، بتشوف مثلا على الفيسبوك اللي بغيروا الباك جراوند صورتهم بتكون علم معين او شكل شخص معين. انت بتعطي لهذول الشركات او اللينكات الموافقه تدخل على الفيسبوك او الانستغرام، تاخذ صورك الخصوصيه، اغراضك الخصوصيه، معلوماتك. فما تكبسوا او ما توافقوا على اي لينك بيجيكم من اي شخص غير معروف او غير موثوق. هذا اهم شيء لكم انتم يعني. نعم، يعني بتمنى أنه كلنا نستفيد من هذه المعلومات. لا نعرف، كل يوم التكنولوجيا بتخترق حياتنا بطريقة قد ما هي مهمة، ولكن بتخترق حياتنا بطريقة كمان ممكن تكون شوية خطيرة إذا ما وعينا. الخبير في التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أيمن عيسى، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من ميامي.